ولمناقشة عمليات نهب الآثار في العراق في ظل تخاذل حكومي مريب، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان حارث الأزدي، مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين في العراق. أستاذ حارث، مرحبا بكم. في تقرير أمريكي جديد كشف أن هناك تصاعدا بموضوع ارتفاع معدلات بيع الآثار العراقية المنهوبة، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هل تعتقد أستاذ حارث أن هذه السرقات للآثار العراقية مجرد سرقات عادية يقوم بها لصوص منفردين، أم تعتقد أنها ربما تقف خلفها قوى السلطة ومافيات الفساد؟ حياكم الله. أهلا بك أستاذ حارث. يا مرحبا. حقيقة ليست سرقات اعتيادية، بل هي منظمة ومحكمة، مثل ما لم يكن احتلال العراق حدثا مفاجئا، بل كان حدثا مرتقبا ومخططا له. كذلك كان خطة إفراغ العراق من آثاره خطة مدروسة ومعد لها بأعداد غفيرة من اليهود الأمريكان والإنجليز، حيث زودوا بالخرائط وعلموا مداخل ومخارج المناطق الأثرية. نعم. معنى دخلوا العراق ويعرفون أين يذهبون. ولا شك أن السلطة التابعة للاحتلال أو التي تعاقبناها بتوافق وتراض معلوم للجميع، نعم، تسكت عن هذه الجرائم وتشارك فيها لسعيا لقبض العمولات من سرقة تاريخ العراق. أما اعتمادهم على مواقع التواصل الاجتماعي في بيع هذه أو التداول معها لإضفاء الطابع الشخصي لعملية السرقة على أنها بيع مقتنيات شخصية، وهو نوع من الخداع. وإلا بماذا تسمي 10,000 يعني رقم طيني عليها كتابات مسمارية، نعم، تؤخذ وتباع على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها يعني مقتنيات شخصية؟ نعم. هوبي لوبي التي ذكرها التقرير عندكم، نعم، متحف الإنجيل يعني عليها تقارير كثيرة تقول أن هناك صفقة بملايين الدولارات تمت مع الحكومات المتعاقبة مع العراق للسكوت، يعني تعطى الحكومات هذه المبالغ من أجل السكوت وعدم رفع دعاوى ضد هوبي لوبي أو المتحف الإنجيلي. طيب أستاذ حارث، لماذا هذا التركيز الواضح على موضوع نهب آثار العراق وتهريبها إلى خارج العراق؟ طبعا بدأتها قوات الاحتلال الأمريكية لمقتنيات المتحف العراقي عام 2003، لماذا التركيز على مسألة نهب آثار العراق؟ نعم يا سيدي، الخطة معلنة، ومثل ما تعرف ويعرف المشاهد الكريم، نعم، الخطة المعلنة التي جاء بها الاحتلال ويجري تطبيقها طيلة هذه الأعوام المريرة التي مرت على العراق هي تصفير العراق من خيراته وكفاءاته وحتى تراثه وتاريخه، لأنهم ببساطة شديدة يعني يريدون محو العراق. نسأل الله أن تخيب ظنونهم وتفشل خططهم. نعم. وإلا ما معنى أن يعني يسرق هذا التاريخ وتفتح المتاحف وتصير نهبا لكل من حب ودب؟ يعني نعم، سرقة منظمة لتاريخ العراق. من ضمن المسروقات رقم طيني عليه حلم جلجامش، يعني لم يكتفوا بسرقة حلم العراقيين في الوقت الحاضر، ذهبوا إلى عمق التاريخ وسرقوا حلم جلجامش. أليس هذا مدعاة للتفكر أن هذا العراق له من التأثير الكبير في المنطقة والعالم، حتى يعني تعد هذه الخطة الممنهجة في قتله ومحوه وتصفيره؟ أستاذ حارث، يعني بينما تستمر عمليات السطو على الآثار العراقية، لكن الحكومة الحالية تقول إنها تجري مفاوضات وصفتها بالشاقة لاستعادة ما نهب من آثار العراق بعد عام 2003، لكن تعتقد أن هناك جدية فعلا في هذه الجهود الحكومية؟ نعم، مفاوضات شاقة ومفاوضات جدية من أجل الحصول على الاعتماد بالبقاء على كرسي الحكم، ومفاوضات شاقة ومفاوضات جدية من أجل الحصول على العمولات، ومفاوضات شاقة أيضا بإعطاء الضمانات والتعهدات بعدم رفع دعاوى قضائية. هذه المفاوضات الشاقة وهذه هي الجدية التي تتمتع بها الحكومات التي حكمت العراق مع سراق تاريخ العراق.
من عمان حارث الأزدي مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لكم.